أهلا وسهلا. أمير، وينه أمير؟ أحكوا لكم شي كلمة، وينه ابني؟ نحن رحنا بس ما كان هنيك، ما لقينا. كيف يعني ما لقيته؟ لكان وينه ابني؟ وينه؟ وين راح؟ ابني وينه؟ قالت لك ما لقوه، الكلام واضح، ما سمعتي؟ نحن وصلنا لمعلومة انه اسماعيل الاشقر خطفه، كان رح يسلمنا اياه بس كذب علينا ونصب لنا كمين. مين هذا اسماعيل الاشقر؟ وليش خطفه؟ هالشي بخصوص شغل او هيك شي؟ ايه، شي بخص الشغل. لما سمعت الأصوات فكرت إجا بابا تيتا. وينه بابا؟ لسه ما إجا ابني. ليش طوال كتير؟ إيمت رح يرجع من سفرة الشغل؟ لأن اشتقت له كتير. حبيبي بس أنت ليش نزلت من تختك؟ لسه ما صحيت منيح. أنا منيح وبدي أشوف بابا. ابني ليك، حرارتك نزلت شوي بس لساتها مرتفعة، انت لازم ترتاح. بس انا ما بدي ارتاح تيتا، بدي بابا. ابوك رح يرجع على البيت. الكل عم يقول لي انه بابا رح يرجع بس هو لهلأ ما رجع. أنت لا تخاف يا بطل، هالمرة رح يرجع، لا تخاف وثق فيني. سمعت حبيبي؟ يلا روح على تختك نام وارتاح، وبس بتفيق بتاكل أكلاتك وبتاخد الدواء مشان بس يرجع أبوك ما يقول إنه ما درنا بالنا عليك منيح. ماشي عمو، لو سمحت رجع لي بابا بسرعة. خلينا نحكي برا شوي ابني. سجاهدة تعالي قعدي ارتاحي. واحد واطي وما بيخاف الله خطف لي ابني، الله بيعلم شو بيكون عم يعمل فيه. عذبته لدرجة عم يترجاني اقتله، خليته يركع قدامي ويزحف زحف على الأرض، وبظن حتى لو بدي طالعه هو ما عاد بده، لأنه مستحيل يرجع يتطلع بشمرته وابنه مرة تانية. وهلأ صار وقت اقلع له سنانه، رح اقلع له ياهن واحد واحد، وكل يوم رح ابعت سن لعندك، بركي هيك إذا شفتيهن بتطفي شوقك شوي. يلا سلام. ما بينخاف علي، أكيد رح يقدر يدير باله على حاله، وعن قريب رح تشوفي ابنك، أنت بس اصبري شوي. قال إنه رح يلاقيه ويرجعه، بس كيف بدنا نوثق برجال كان عم يهددنا كل الوقت لحد مبارح؟ ما بعرف. ابني، نحن ليش إجينا لهون؟ اللي أنا ليش اتصلت فيك؟ شو صاير لك؟
لو ما بعرفك كنت قلت إنك زعلان عليهم. ليش عم تاخد قليلة هالأصل معك وعم تركض ورا زوجها هالواطي؟ ها؟ إن شاء الله كمان يصير فيهم أكتر. أعطيت وعد أمي أمير طارهون رح يرجع على البيت. لا أنا ما عم أفهم عليك، شو في ببالك؟ الشي اللي بدنا إياه صار، شو لسه؟ أنا ما رح أترك عدوي بين إيدين هداك الندل. أنا اللي بدي أخد تاري منه لما يكون قادر يدافع عن حاله. يمكن جوعان ويمكن عطشان، الله بيعلم كيف بتكون حالته. أكيد تأملت كتير لما قلتي عرفتوا وين مكان أمير. كانت كتير متأكدة إنه أمير رح يرجع على البيت. ما عم أقدر أتخيل خيبة أملها بهاللحظة. نحن عرفنا وين كان، بس لما وصلنا كانوا ناقلينه. ما فهمت كيف متأكدة من هالشي. يمكن أنتوا رحتوا على المكان الغلط وأمير ما كان هنيك أبدا، أو يمكن كان هنيك بس ما قدرتوا تطالعوه. انتوا لو خبرتوا الشرطة ما كان أحسن؟ لأنه واضح إنه لحالكم ما رح تقدروا تنقذوه أو تعملوا شي. بس ليش انتوا حطيتوا إيدكم بشي مالكم قدوا أبدا؟ بنتي تولاي بكفي خفي عليها شوي، مو شايفتي للبنت كيف متوترة؟ وأصلا عم تعمل كل اللي بتقدر عليه.